طيب معنا مداخلة الآن مهمة مع السيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. الأول بهنيك على بعثة رفع الأثقال، بعثة الشباب اللي حققوا إنجازات رائعة جدا، حققوا عدد كبير من الميداليات. والنهارده برضه بعثة منتخب مصر للسلاح اللي طبعا فازوا بطولة أفريقيا، وشباب وأجيال طلع في كل الرياضات الفردية بشكل مخطط بشكل يعني معدل لما بعد 2024 2024 و2028 في رياضات مختلفة. هي الوزارة يعني في تخطيطها واستراتيجيتها، لكن ده مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية بصفة خاصة في تطوير الألعاب الفردية اللي كان دايما زمان يعني ألعاب شهيدة ومحدش واخد باله. دلوقتي كل الألعاب احنا عندنا ابطالنا وعندنا اجيال الحمد لله طالعه بخير من ولادنا، تخطيط بشكل كبير من خلال اللجنه العلميه وزاره الشباب والرياضه واساتذه وشباب يعني متخصصين مع الاتحادات كل في اتجاه واحد. النهارده كنت بقابل الفريق رفع الاثقال منتخب مصر للناشئين اللي فاز يعني بالمركز الثاني في يعني بطولة العالم في المكسيك، وده أول مرة يعني ناخد الرانك دوت في الحقيقة. لكن عايز يعني أنا بتكلم كده يعني مرة واحدة زي ما قابلت ولادي النهارده كده ووضحت لأولادنا، إحنا دايما لازم نبص كده في عالمنا ونفسنا الصورة الجميلة. يعني إحنا ولادنا بعد توقف رفع الأثقال وحرمانها من الأولمبياد إزاي قدرنا إن إحنا مع الاتحاد المصري كل شكر ليه مع اللجنة الأولمبية نخرج بسرعة ويكون عندنا محضرين لم نتوقف ولادنا وأجيال من ضمنها برنامج مصر مشروع قومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي، مشروع مخطط بشكل مكثف علميا اللي بدأ يخرج بوادره في ولادنا اللي خدوا أفريقيا في المصارعة واللي فازوا بحر المتوسط كمان في المصارعة وأيضا في الملاكمة. قطاع الناشئين الكبير اللي خرج من او خارج من هذا المشروع من ضمنه النهارده سواء محمود ورحمه وولادنا اللي موجودين كلهم خريجين المشروع القومي للموهبه والناشئين والبطل الاولمبي. المشروع احنا اعلنا عنه اكثر او مرات عديده في بدايته، وفي 2018 2019 قلنا احنا عندنا مشروع قومي كبير جدا، مشروع بيعتمد على الانتقاء العلمي. عندنا 11 لعبه موجوده على مستوى 27 محافظة سواء من التربية والتعليم أو المدارس يعني أو من مراكز شباب محافظة مختلفة، وبيتم إلقاء كورسات فسيولوجية وكورسات بدنية واستعداد لنوع المهارة أو اللعبة. وبدأنا نصنف ولادنا دول، ومن ضمنهم ولادنا اللي في المشروع ما كانوش بيلعبوا، ده هو يعني تم الانتقاء وتم التدريب وبدأ البوادر الحمد لله تخرج. الولاد دول بياخدوا رعاية طبية وبياخدوا راتب من وهو بدايه التحاقه يعني بشكل كبير، رعايه في التغذيه، حتى في الجانب التثقيفي والتعليمي احنا موجودين معاهم. بعد كده بيدخل مشاريع ثانيه اللي هي مشروع البطل. فدول ولادنا عشان برضو يعني يمكن يعني امبارح او مع النتيجه كويس جدا، بس كان في التطرق العام الى يمكن فيديو معين مش دي صوره ولادنا وصوره مصر. لكن محمود ابننا يعني عنده مكان خاص بيه فبيتمرن تدريب زايد، وده كان فيديو خاص بيه، لكن احنا موفرين اماكن يعني عاليه جدا كبيره جدا، مش يعني نزلوا نفسنا في هو ده الشكل او شكل، لا احنا مش عايزين نبص لنفسنا بالشكل اللي هو يعني شكل اقل من حد اللي احنا عاملينه بشكل كبير. لكن ده كويس ان احنا لاعب بقى عنده هذا الوازع، وصفه خاصه كمان صحيح. ان قد يكون حد من الريليتيف او العائله ليه كان مرتبط بلعبه رفع الاثقال، فعامل ده عنده ده حاجه كويسه، حتى ده يعني بيتابع مع الناس اللي بتمرن او بتمرن اللعب. يعني انا يمكن حبيت اوضح دوت، ومحمود ده متعلم في ثانويه عامه كويس، وده بنعمل اجيال بصفه خاصه لعبه رفع الاثقال يعني من 1912 ومصر يعني بتخرج ابطال صح رفع الاثقال، واحنا بنغير شكل المفاهيم في كل حاجه مش في الرياضه بس.
انا عجبني يا دكتور اشرف بدايه كلام حضرتك بفكره انه اصبح الامر ما بقاش العاب شهيده. احنا دلوقتي الحمد لله ربنا كرمنا كمصر يعني كبلد انه بقى عندنا في كل الالعاب ابطال تقريبا، بقى عندنا في كل الالعاب اشياء مشرفه جدا لدرجه ان الناس بدات تبص على الالعاب الاخرى زيها زي كره القدم، بتبص وتشوف الابطال دول ويتشرفوا بيهم، حتى تشوف ده بشكل بسيط. وانا ببسط للناس دايما على السوشيال ميديا تلاقي الناس فرحانه بابطالهم النهارده في رفع الاثقال، امبارح ابطالهم في التايكوندو وهكذا. فده شيء مشرف جدا وشيء رائع جدا، ودايما كنت بقول انه الاهتمام بالالعاب ديت هو اللي هيخلي الناس تروح لها. لو احنا نفسنا كمسؤولين مش مهتمين بيها طبيعي الناس مش هتشوفها ومش هتبص لها ومش تهتم بيها. الرساله ان احنا عندنا مشروعات قوميه بنشتغل بشكل علمي، بنتعاون مع كل المؤسسات، الرياضه المصريه وتطويرها. الكوره مزاج عام لكل الناس طبيعي، لكن الرياضه المصريه مش كوره بس، كوره ليها يعني مجالس ادارات بتدير انديه مسؤولين عن تطوير النشاط في النادي بتاع كل واحد او كل مجلس يعني بما يديره، في اتحاد كوره، في رابطه محترفين، منظومه بتدار لما بيكون في منتخبات بيكون يعني لينا متابعه فيها بما يليق باسم وشكل مصر في تخطيط في عمل اتحاد في رقابتنا. لكن احنا مهتمين بشكل شمولي بكل الرياضات. مصر استضافت 100 يعني 2022 بنستضيف 158 بطوله عالم على ارض مصر. بدايه من يعني اواخر 2018 يعني استضافه مصر بدايه من كاس الامم الافريقيه، كاس العالم كره اليد في قلب يعني كوفيد 19 والعالم كله متوقف، بطولات السلاح، بطولات المختلفه. احنا هذا الشهر يعني بطوله عالم سيريس اي كاراتيه لسه خلصانه. احنا الفتره دي في بطوله عالم جائزه كوبرا للسلاح هتقام على ارض مصر. الجمباز افريقيا، بطوله افريقيا لكره اليد، الحمد لله بقى في احراج كبير جدا عظيم. اللي بيها بنقول لا نشكك في ذاتنا او ندني مستوى من الاداء او نشكك. صحيح. الرياضه المصريه بخير، الكوره وادائها يعني مش هي دي الرياضه المصريه مع اهميتها. عظيم جدا. طيب انا بقى مش هخش مع حضرتك كعاده اي اعلامي او اي برنامج او اي موقع واسالك على الكوره واتحاد الكوره والمشاكل والجهاز أنا الفني. انا جاوبت بما يكفي. لا بالعكس، ده انا عايز بقى، ده انا عايز اخدك في نقطه ثانيه خالص. عشان كده انا شاغلني جدا يا دكتور اشرف انه يبقى في مصر عدد محترفين كبير، شعب يزيد تعداده عن 100 مليون مواطن، ما عندناش عدد كبير من المحترفين. تحرك الوزاره في هذا الامر بالمشروعات اللي حضرتك بتعملها في كل الالعاب الاخرى، احنا كمان محتاجين مشروع قومي واضح يبقى عندنا عدد كبير من المحترفين في اوروبا، عشان ساعتها نقول احنا عندنا لعيبه كبيره زي كل المنتخبات اللي باللعيبه. بص انا عايز اقول لك على حاجه، احنا يعني عكس دول افريقيا، لان دول افريقيا ما فيهاش دوريات قويه. خليني احلل الموضوع بس بشكل منطقي يختلف شويه. مصر فيها دوري قوي جدا، وبتكلم على المستوى الافريقي مش بتكلم على المستوى يعني يمكن على المستوى العربي والخليجي في دوريات يعني سبقت شويه بشكل احترافي، لكن انا بتكلم على المستوى الافريقي اللي هي مع حك التنافس. احنا الدوري بتاعنا قوي وكبير، وكمان المنظومه العمل الاحترافي يعني اخذت الطابع هي تنافس شراء اللاعبين، ودخل مؤسسات بقت موجوده، ورابطه المحترفين بدات تدير هذا الموضوع، ويوم بعد يوم هيكون في يعني اكيد تطوير اكتر في العوائد الماليه وحسن توزيعها وهكذا. ده عكس الدول الافريقيه. بالاضافه الى ان يمكن عشان يكون في رسم سياسه عامه او استراتيجيه، احنا نقوم بدورنا كوزاره، لان عملنا من ضمن المشروع القومي لل 21 عندنا في الالعاب الجماعيه في كره يد وكره سله، لكن كره القدم عملناها مع قطاع خاص وقطاعات خاصه نشتغل تاني في اكثر من مشروع اللي بيها بيلتقوا وبداوا يسافروا او يسفروا ولاد بره مصر ما بين المعيشه او الانتقاء من خلال مؤسسات اخرى بشكل او اخر. لكن احنا منفتحين بشكل كبير جدا على مستوى مصر. حجم الاكاديميات الاجنبيه اللي داخل مصر كبيره جدا، وحجم كمان الايجنتس اللي بدا يخرج ولادنا بره من تحت لفوق يعني بدا يبدو شكله بشكل اكتر. لكن الانديه كمان اللي بتنافس بتحافظ على اولادها، لان هي بتنافس فبتحافظ او عايزه تشتري من الخارج. دي سياسه عامه بيرسمها الاتحاد المصري لكره القدم ويعني افق التطوير اللي موجوده عنده. لكن انا بقول ان سواء
حجم الانديه الخاصه اللي بقت موجوده في مصر، حجم تطوير الملاعب. احنا يعني بنطور ملاعب في مراكز الشباب، وصلنا لمرحله 4050 ملعب بقى في مراكز الشباب لتطوير ملاعب الكوره ما بين الخماسيه والسباعيه او ال 11 ده في مراكز الشباب فقط. غير الانديه، مصر فيها 1200 نادي غير الانديه الخاصه، وكلها فيها ملاعب، بالاضافه الى دوري مراكز الشباب، دوري المدارس المفروض يقوى. فدي كلها حاجات هي بتعمل قاعده وبيت كبير جدا جدا جدا. الاحتراف ده بيكون يعني عرض وطلب، وبدا يكون في شركات خاصه كتير في مصر بدات تشتغل على يعني الموضوع بره وجوه، تاخد من جوه لبره وتشتغل على اوروبا. ده حراك وسوق مفتوح صحيح. يعني ما تقدرش انك انت تدخل فيه، لكن الدوري المصري قوي ومعظم الانديه بتحاول تحافظ على لاعبيها، لكن مطلوب ليها ان هي يعني زي في اكثر من نادي بدا يطلع ناشئينه ويجيبهم بعد فتره. ده يعني تصرف ذكي جدا. يعني مطروح ومطروق لمجاله، لكن احنا فاتحين المجال للمطورين في هذا المجال، واللي يعني يحط سياسات يشتغلوا مع اتحاد الكوره، يحطوا السياسه المفروض تكون موجوده، واحنا كده نكون داعمين لاي عمل تطوير. عظيم يعني. اخر حاجه يا فندم عشان ما اطلش عليك، فيما يخص موضوع الاهلي ومباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، كان الموضوع ده خلاص احنا قلنا فيه وطلعنا بياننا ومش حابب اتكلم فيه تاني. طيب خلاص اوكي. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.